يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام وصلوات وتحيات زاكيات طيبات عليك يا مسلم ابن عقيل، وشآبيب رحمة ورضوان عليك يا هانئ ابن عروة، ورحمة الله وبركاته. أحداث الطفوف ستبدأ من يوم غد، حينما يقتل مسلم بن عقيل، سلام عليه ورحمة الله وبركاته. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 93، البرنامج الذهبي. إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. الخاتمة، إنها خاتمة برنامجنا هذا، وهي تشتمل على أجزاء. هذا هو الجزء الثامن. أما عنواننا الذي يدور الحديث حوله، موقف الضمير ما بين منطق الأمير ومنطق الحمير، هذا هو القسم الثالث، والعنوان تتمة للقسم الثاني، الخوئي مثالا. مرة في الحلقة الماضية الحديث عن السيد الخوئي، إنه المرجع المعروف. حدثتكم عن واقعة التسفيرات في السبعينات
وما هي علاقة المرجع الخوئي بها؟ وحدثتكم عن زيارة ملكة إيران فرح ديبا إلى النجف، حيث التقت الخوئي، وتبين لنا بعد التحقيق من أن الخوئي هو الذي خطط لكل ذلك، لأنه كان يريد أن يوصل رسالة إلى الشاه مع هدية، وهذا هو الذي فعله. ولأجل هذا فإن الخميني وصفه بالبهيمة المربوطة التي همها علفها. مر كل ذلك بحسب الوثائق والحقائق والدقائق. سأنتقل اليوم مستمرا في حديثي عن الخوئي مقتل محمد باقر الصدر وعلاقة الخوئي بذلك. هناك علاقة وثيقة بين مقتل محمد باقر الصدر والخوئي. قطعا الخوئيون لا يرغبون بمثل هذا الحديث ويرفضون هذا الكلام، فأنا لا أتحدث هنا وفقا للأمزجة الخوئية، إنما أتحدث وفقا لمزاج الحقائق. الحقائق هي التي تخبرنا. أنا لا أقول من أن الخوئي هو الذي قتل محمد باقر الصدر بيده، لكن المعطيات التي سأضعها بين أيديكم هي التي ستخبركم بحقيقة أن الخوئي كان وراء مقتل محمد باقر الصدر. هذا لا يعني أن البعثيين ما كانوا ليقتلوا محمد باقر الصدر إلا أن كان الخوئي شريكا معهم، لكن الخوئي سهل الأمر على البعثيين، سهل الأمر كثيرا، وبسبب ذلك كثرت الإعدامات بعد مقتل محمد باقر الصدر، لأن البعثيين أيقنوا أن الخوئي لن يحرك ساكنا. وكذلك حوزة النجف لن تحرك ساكنا. قبل مقتل محمد باقر الصدر الإعدامات كانت محدودة، ولكن بعد مقتل محمد باقر الصدر، بعد أن أخذوا الضوء الأخضر من الخوئي، كثرت الإعدامات، كثرت الإعدامات بالضبط مثلما أخذ الإرهابيون الضوء الأخضر من السيستاني. حينما كانت الشيعة تريد من السيستاني موقفا في مواجهة الإرهابيين، فكان يقول لو قتلوا نصفنا نصف أبنائنا فإننا لا نرد، وبهذا أعطى الضوء الأخضر للإرهابيين أن قتلوا وقتلوا وقتلوا من الشيعة. الحكاية هي إنها مرجعيات الجبن والاستخذاء. أتحدث عن الاستخذاء العقائدي. أقرأ عليكم من
الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار. هذا الكتاب معروف، معروف في أجواء الذين يحبون محمد باقر الصدر. مؤلف هذا الكتاب محمد رضا النعماني. محمد رضا النعماني من تلامذة محمد باقر الصدر، وله حكاية طويلة يفصلها في هذا الكتاب، لأنه كان متواجدا مع محمد باقر الصدر في بيته في فترة الحصار. هذه الطبعة هي طبعة مطبعة إسماعيليان قم المقدسة. الطبعة الثانية 1997 ميلادي، مع ملاحظتي أن محمد رضا النعماني لم يكتب كل شيء في هذا الكتاب. الأمور الحساسة والخطيرة لم يكتبها في هذا الكتاب، إما أنه أصلا لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد، أو أنه أشار إليها إجمالا وجعلها معماة ليست واضحة. ومع ذلك فلقد خرج الكثير والكثير. في الصفحة 27 بعد 100 وهو يتحدث عن المجريات والحوادث والأحداث التي جرت على محمد باقر الصدر. بلغ محمد باقر الصدر أن أحد أبناء المراجع، هذا هو جمال ابن الخوئي، الابن الأكبر للخوئي، ولذا يكنى الخوئي بأبي جمال. أبو القاسم هذا اسمه، أما كنيته يكنى باسم ولده الأكبر جمال الدين، فيكنى بأبي جمال، وهذا هو الذي كان يدير مرجعية أبيه قبل أن يسافر إلى إيران، وتوفي هناك في إيران في ظروف غامضة. هناك اتهامات تلقى على وكلاء الخوئي في إيران، لا أريد أن أخوض في هذه المسألة، وربما الكلام ليس صحيحا. نحن نتحدث عن المراجع وحول المراجع، المراجع كذابون. ما يدور من الأحاديث في أوساط المراجع والمرجعيات ما هو إلا الكذب. المراجع كذابون، كذابون إلى حد بعيد، يكذب بعضهم على بعض، يفسق بعضهم بعضا، يكفر بعضهم بعضا، ويضحكون على الناس بأنهم على قلب واحد. على أي حال، بلغ محمد باقر الصدر أن أحد أبناء المراجع وهو جمال ابن الخوئي قال لمدير أمن النجف: ماذا تنتظرون بالصدر؟ ماذا تنتظرون بالصدر؟ هل تريدونه خمينيا ثانيا في العراق؟ لماذا لا تعدمونه؟ أتعلمون أين قال هذا الكلام؟ لقد قال هذا الكلام في بيت أبي، في بيت الخوئي، حينما جاء مدير أمن النجف لزيارة الخوئي، وكان يزور الخوئي كثيرا. علاقة الخوئي بالبعثيين وبالأمن العراقي علاقة وثيقة،
ما كان يقال لنا من أن الخوئي البعثيون يعادونه يضيقون عليه كان كذبا، كان ضحكا على ذقوننا. بعد ذلك عرفنا الحقيقة، عرفنا الحقيقة. الخوئي وصدام دهن ودبس، دهن ودبس. بعد ذلك عرفنا الحقيقة. حينما أقول لكم المراجع سرسرية وهتلية وساقطين، كذابون كذابون، مثلما يكذب بعضهم على بعض يكذبون على الشيعة، يكذبون على الشيعة كثيرا. والشيعة حمير حمير حمير، إنني أتحدث عن البشر الحمير. البشر الحمير أسوأ بكثير من الحمير الحيوانات. في بيت الخوئي، في بيت أبيه، جاء مدير أمن النجف لزيارة الخوئي، وكان الخوئي جالسا، الخوئي كان جالسا وبجانبه مدير الأمن، وكان جمال ابن الخوئي بمسمع من أبيه وفي محضر أبيه يقول لمدير أمن النجف: ماذا تنتظرون بالصدر؟ هل تريدونه خمينيا ثانيا في العراق؟ لماذا لا تعدمونه؟ وكان يقول هذا الكلام وبمسمع من الموجودين في البيت. فكان خادم الخوئي يحمل الشاي كي يقدمه لمدير الأمن، وكان خادم الخوئي يسمع هذا الكلام، ونقل الكلام عن خادم الخوئي وعن غيره من الذين كانوا موجودين في بيت الخوئي آنذاك. وبالمناسبة هذا الكلام تكرر من جمال وهو يخاطب المسؤولين البعثيين، بعضه بمحضر أبيه وبعضه بعلم أبيه، فأبوه كان يعلم من أن جمال الابن الأكبر للخوئي كان مصرا على هذه القضية، يريد من البعثيين أن يعجلوا بإعدام محمد باقر الصدر، وكل ذلك كان بعلم الخوئي. بلغ محمد باقر الصدر أن أحد أبناء المراجع قال لمدير أمن النجف: ماذا تنتظرون بالصدر؟ هل تريدونه خمينيا ثانيا في العراق؟ لماذا لا تعدمونه؟ هذه الحكاية نحن نعرفها، فأنا لا أريد أن أؤسس الحكاية من خلال هذا الكتاب، لكنني أريد أن أقول لكم بأن المعلومات التي أنقلها لكم موجودة في الكتب، هذه المعلومات موثقة، والمؤلف حي، محمد رضا النعماني موجود، بإمكان الخوئيين أن يعترضوا عليه. حينما جاء جمال الخوئي إلى إيران والبعض واجهوه بهذه الحقيقة، لم ينكر وإنما أخذ يعتذر من أنها ساعة غضب وما كنا نعرف البعثيين. لم ينكر أنه كان يطالب البعثيين بتعجيل إعدام محمد باقر الصدر. هذه حقائق. مشكلتنا ليست مع جمال الخوئي، جمال الخوئي نحن نعرفه. جمال الخوئي شخص لا قيمة له، نحن نعرفه، لكن الكلام عن زعيم
الحوزة العلمية، كان الكلام يقال بمحضره وهو لا ينبس ببنت شفة. أنا لن أقول من أن الخوئي كان يريد إعدام محمد باقر الصدر، لكنه كان جبانا، كان رعديدا، ما كان يمتلك الشجاعة أن يعترض على ولده بسبب حضور مدير الأمن. فماذا تتوقعون من مدير الأمن بعد أن يشاهد ويسمع من أن جمال الخوئي، وليس في مجلس سري، بيت الخوئي كان فيه عدد ليس قليلا من الناس من حاشية الخوئي، وكانوا يسمعون الكلام لأنهم يجلسون في مكان مجاور للغرفة التي كان فيها الخوئي. ها هو يسمع من مدير مرجعية الخوئي، من ولده الأكبر جمال، وبمحضر الخوئي، قطعا سينقل هذا إلى القيادة في بغداد، من أن الطريق مفتوح ومؤيد من قبل الخوئي. وفعلا هو هذا الذي حدث وصار، أن عجلوا بإعدام محمد باقر الصدر. كتاب آخر، الشهيد الصدر بين أزمة التأريخ وذمة المؤرخين، مختار الأسدي، كاتب وسياسي عراقي معروف. هذه الطبعة الأولى 1997، المطبعة ستارة، إنها قم المقدسة. في صفحة 69 بعد 100 ينقل نفس الكلام الذي ذكره محمد رضا النعماني في كتابه الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار، ينقل الكلام نفسه، وأنه حين بلغه أن أحد أبناء المراجع قال لمدير أمن النجف يوما: ماذا تنتظرون بالصدر؟ هل تريدونه خمينيا ثانيا في العراق؟ لماذا لا تعدمونه؟ ويستمر في نقل الحكاية ويعلق في حاشية الصفحة 70 بعد 100، يقول: انظر صفحة 127 من كتاب الشيخ النعماني الذي قرأت منه قبل قليل، والأكثر مرارة أن كلمة هذا الابن لمدير أمن النجف الأشرف قيلت بحضور والده، ولم يعلق الوالد شيئا كما نقل ذلك الشيخ النعماني بحديث خاص. هذه المعلومة يحدث بها محمد رضا النعماني في كل مكان، هو لم يثبتها في كتابه، مثل ما قلت لكم قبل قليل، من أن كثيرا من الأمور أشار إليها إشارة خاطفة لم يدخل في التفاصيل، مع أن الحكاية معروفة، مع أن الحكاية معروفة. أتحدث عن حكاية الخوئي
مع محمد باقر الصدر. هذا الجزء الثالث من الموسوعة التي عنوانها محمد باقر الصدر: السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق. إنه أحمد عبد الله أبو زيد العاملي صاحب هذه الموسوعة، هذه طبعة دار العارف للمطبوعات بيروت لبنان. الجزء الثالث في صفحة 29 بعد 100، الكلام هو هو. وبلغه ذات مرة، بلغ محمد باقر الصدر أن السيد جمال الدين الخوئي كما مكتوب هنا رحمه الله، ما هو الفارق بين هؤلاء وبين أتباع السقيفة بني ساعدة؟ يترحمون على القاتل والمقتول على حد سواء. وبلغه ذات مرة أن السيد جمال الدين الخوئي رحمه الله قال لمدير أمن النجف، نحن هنا بحاجة أن نقول صلى الله عليه وآله لمدير أمن النجف، قال لمدير أمن النجف: ماذا تنتظرون بالصدر؟ هل تريدونه خمينيا ثانيا في العراق؟ لماذا لا تعدمونه؟ ولم يعلق السيد الخوئي رحمه الله على ذلك بشيء، لأنه كان موجودا. وماذا يكتب في الحاشية؟ من حديث خاص للشيخ محمد رضا النعماني مع الأستاذ مختار الأسدي، ونقل عن هذا الكتاب، هو ينقل عن الكتابين. تمام الحكاية، تمام الموضوع، يشير في الحاشية السادسة، يقول: حدثني بذلك، بالموضوع نفسه، حدثني بذلك الشيخ محمد رضا النعماني بتاريخ 21/3/2005 ميلادي. الحكاية معروفة ومعروفة جدا، وكل الذين هم في أجواء محمد باقر الصدر يعرفون هذه الحقيقة، من أن جمال الخوئي كان يصر على البعثيين وعلى رجال الأمن، مسؤولي الأمن، وهم أكثر الناس إجراما في النجف، يصر عليهم أن يعجلوا بإعدام محمد باقر الصدر، تارة بمسمع الخوئي وأخرى بعلمه، وأخرى بعلمه، والخوئي لم يحرك ساكنا. ماذا تقولون؟ أليس الخوئي هنا مشاركا في قتل محمد باقر الصدر؟ السيد أحمد الحسني البغدادي من علماء النجف، شخصية معروفة، شخصية معارضة للمرجعية السيستانية، من الشخصيات التي هي مغضوب عليها في النجف، له كتاب: إيران والعراق أسرار وقضايا. إيران والعراق أسرار وقضايا، إنها الطبعة الشرعية الأولى 2020 ميلادي،
طبعة دار إحياء تراث الإمام البغدادي، النجف، العراق. في صفحة 85 يقول: زرت السيد جعفر الصدر، إنه ابن محمد باقر الصدر، والذي هو سفير الآن لجمهورية العراق هنا في المملكة المتحدة في لندن. فسيد أحمد الحسني البغدادي يقول: زرت السيد جعفر الصدر قبل أن أغادر إيران متوجها إلى دمشق، لأن جعفر الصدر كان في مدينة قم أيام صعود مرجعية محمد الصدر في العراق في النجف. زرت السيد جعفر الصدر قبل أن أغادر إيران متوجها إلى دمشق، ورأيت الجالسين في مجلسه هم السيد حسين هادي الصدر الذي كان هنا في لندن وانتقل بعد ذلك إلى العراق إلى بغداد، والشيخ حسين المؤيد وهو الشيخ حسين المؤيد هو ابن أخت السيد حسين هادي الصدر. والذي صار وهابيا وبعد ذلك صار علمانيا، كان من أساتذة الحوزة الشيعية في قم، ثم صار وهابيا، صار من علماء الوهابية، وصار رمزا من رموز الإعلام الوهابي. في هذه الأيام تحول إلى علمانيا. يمكنكم أن تتابعوا أحاديثه وكلماته على الإنترنت. والشيخ حسين المؤيد والشيخ محمد رضا النعماني الذي قرأت عليكم من كتابه قبل قليل، وكان يصحبني الشيخ فارس حسين أبو صابع الجشعمي. وبعد أن استقر بنا المقام وجهت للسيد جعفر الصدر سؤالا محرجا لم يكن في خلده إطلاقا، ألا وهو: من قتل والدك الفقيه العنيد؟ هل صدام حسين المجيد أم أبو القاسم الخوئي؟ لأن القضية كانت معروفة. هذا السؤال لم يأتي جزافا، لم يأتي هذا السؤال جزافا من السائل في مجلس يشتمل على تلك الشخصيات. فهؤلاء ما هم بصبية صغار، هؤلاء يعرفون الحقيقة. جعفر الصدر، حسين المؤيد، محمد رضا النعماني، إنه صاحب الكتاب الذي قرأت عليكم منه، وحسين هادي الصدر، هؤلاء يعرفون الموضوع. ولذا فإن السائل حين سألهم لم يكن سؤاله جزافيا: من قتل والدك الفقيه العنيد؟ هل صدام حسين المجيد أم أبو القاسم الخوئي؟ لو أن الحقيقة هذه ليست هي الحاكمة لأجاب جعفر الصدر أو أجاب أحد الجالسين: ما هذا الكلام؟ كيف تسأل هذا السؤال؟ لكن الجميع سكتوا لأن الجواب مخيف.
وأخذ الصمت المطبق. من هو؟ إنه يتحدث عن جعفر الصدر. أخذ الصمت المطبق لأن الجواب معروف، أن القاتل الحقيقي الذي باشر بالأمر هو الخوئي. صدام كان قاتلا لمحمد باقر الصدر، ولكن الذي يجلس في الكواليس هو الخوي. هذه الحقائق أمامكم، هذا ما هو كلامي. وهؤلاء الذين كانوا جالسين في هذا المجلس يعرفون هذه الحقيقة، لكن الجميع لا يتكلمون، أنا لا أبالي، أنا أنقل لكم الحقائق، وإني لعالم علما قطعيا أن كثيرين منهم يحسدونني على جرأتي، ويحسدونني على استقلاليتي، ويحسدونني على تمكني من أن أتحدث بما أريد وأن أضع النقاط على الحروف. من هنا حينما أقول لكم من أن المراجع كذابون، من أن المراجع سفلة، من أن المراجع ساقطون، هذه هي الحقائق. كذبوني، في الحلقة الماضية نقلت لكم كيف أن السيد الخوئي يصف السيد الخميني بالاستحمار، وكيف أن السيد الخميني يصف السيد الخوئي بأنه بهيمة مربوطة همها علفها. نذهب إلى فاصل. نقطة أخرى في الاتجاه نفسه، محاولات عديدة لإقناع الخوئي بأن يذهب إلى زيارة محمد باقر الصدر حينما كان في إقامته الجبرية، وكانوا يقولون له من أننا نذهب معك، محاولات عديدة. أنا لا أملك وقتا كي أخوض في تفاصيلها، بإمكانكم أن تعودوا إلى الجزء الرابع من موسوعة محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، أو تعودوا إلى برامجي السابقة، لأنني فصلت القول في هذا الموضوع. في هذه الحلقة لا أمتلك وقتا كافيا، لأنني أريد أن أتحدث عن مطالب أخرى. فهناك محاولات عديدة من شخصيات بارزة من وجهاء النجف ومن علماء النجف ومن وكلاء الخوئي نفسه، كانوا يقترحون عليه ويصرون عليه أن يبادر إلى زيارة محمد باقر الصدر. فحينما يذهب هو مع جمع كبير من المراجع والعلماء الآخرين، فإن الإقامة الجبرية ستزول، وإن البعثيين سيعرفون من أن حوزة النجف بمراجعها، ومن أن النجفيين بشخصياتهم ووجهائهم الاجتماعيين يقفون وراء محمد باقر الصدر.
سيكون الضغط عليه خفيفا من قبل البعثيين، لأن الجميع كانوا يتوقعون أن البعثيين سيقومون بإعدامه، خصوصا الذين علموا بأن جمال الخوئي يصر على البعثيين أن يعجلوا بإعدامه. لكن الخوئي كان شيطانا، كان يعدهم ثم بعد ذلك ينقلب عليهم، كان يشترط عليهم شروطا هو يعرف أنها لا تتحقق، ولذا لم تنجح تلك المحاولات مع الخوئي لإقناعه كي يذهب لزيارة محمد باقر الصدر مع المراجع الآخرين مع الوجهاء المجتمعيين في النجف لرفع الحصار عن بيته وأسرته. هذه أين تضعونها؟ إنها محاولات عديدة عديدة لإقناعه، لكن الخوئي هكذا كان يتملص منها. مرة يشترط شروطا، يشترط بأن فلانا وفلانا الذي هو يعلم قطعا من أنهم لن يأتوا لأنهم من أعداء محمد باقر الصدر، فهو يطلب حضورهم وهم لا قيمة لهم في الأجواء العامة. زعيم الحوزة هو لو ذهب لوحده لكان كافيا، لكن الرجل كان شيطانا، كان شيطانا، فكان يشترط أن يذهب معه شخصيات من آل الحكيم، مع أنه يعلم علم اليقين أن آل الحكيم يعادون محمد باقر الصدر عداء شديدا، عداء شديدا لا مثيل له. قد تقولون محمد باقر الحكيم وعبد العزيز الحكيم كانوا مع محمد باقر الصدر، هذان أيضا كانا منبوذين في دائرة آل الحكيم. لماذا؟ لأنهما يحسبان على محمد باقر الصدر. محمد باقر الحكيم وعبد العزيز الحكيم كانا منبوذين في دائرة آل الحكيم، وهذا الأمر نحن نعرفه، وجميع الذين هم قريبون من أجواء حوزة النجف يعرفون هذه الحقائق. أنا لا أستطيع أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة. فكان الخوئي هكذا يشترط، يشترط أن يذهب معه فلان وفلان من الحكيمين، لأنه يعلم أن هؤلاء لن يذهبوا. شيطان شيطان شيطان. محاولات في آخر الأمر عديدة فشلت، لأن الخوئي ما كان يريد إنقاذ محمد باقر الصدر. لو كان يريد إنقاذه لفعل. بنت الهدى وهي آمنة، هذا هو لقبها، هي آمنة شقيقة محمد باقر الصدر، طلبت من محمد باقر الصدر أن يتصل بالخوئي، أن يتصل بالخوئي حينما جاءوا إلى اعتقاله، إلى اعتقال محمد باقر الصدر، إنه الاعتقال الأخير حيث أخذوه وأعدموه في بغداد. طلبت منه أن يتصل بالخوئي كي يرعى عائلته، لأنها كانت خائفة جدا، فقد سمعت
الكثير من التهديد والوعيد من البعثيين الذين كانوا يحاصرون بيت محمد باقر الصدر، سمعت منهم من وراء الباب تهديدا ووعيدا من أنهم سيعتدون على النساء والأطفال، فكانت خائفة. فلما جاءوا للاعتقال الأخير طلبت من محمد باقر الصدر أن يتصل تلفونيا، وكان التلفون شغالا في بيت محمد باقر الصدر، لأن البعثيين يريدون أن يعرفوا من يتصل بمحمد باقر الصدر ومحمد باقر الصدر بمن يتصل. فطلبت منه أن يتصل بالخوي. هذه اللحظات الأخيرة من حياة محمد باقر الصدر في بيته، أخذوه وأعدموه. اتصل بالخوي مع أن محمد باقر الصدر لم يكن مقتنعا، لأنه يعرف حقيقة الخوي ويعرف حقيقة موقفه، ولكن إصرار أخته عليه هو الذي دفعه لأن يتصل بالخوي. هذه الحادثة جاء تفصيلها في المصدر الذي بين يدي، صفحة 270. 5/4/1980 هذا هو تاريخ الحادث، 5/4/1980. فاتصل محمد باقر الصدر بالخوئي وأخبره بأنه اعتقل، وطلب منه حماية عائلته لأن رجال الأمن يتوعدونهم بالاعتداء عليهم بين حين وآخر. فماذا كان جواب الخوئي؟ جواب الخوئي: لم أتدخل في الماضي ولن أتدخل في الآتي، وأغلق التليفون بوجه محمد باقر الصدر. هذا هو الجواب. بالله عليكم أنا أسأل العراقيين، لو أن محمد باقر الصدر اتصل بقواد من القوادين في أي منطقة من مناطق العراق، خصوصا في المناطق الجنوبية، لو اتصل بقواد من القوادين هل كان يرد عليه هكذا؟ والله لا يرد عليه هكذا. حينما يقول له: أنا محمد باقر الصدر وإنني مأخوذ للاعتقال وعائلتي بقيت من دون رعاية، أريد منك أن ترعاها، أن تنظر إليها، ربما يعتذر إذا كان خائفا، وربما يستجيب استجابة قوية، لكن قطعا لن يكون الجواب كجواب الخوي. هذا الجواب يكشف عن نذالة وعن حقارة، مع أن الخوي لا خطر عليه لو أنه قال له: أنا سأتابع الأمر، لا خطر عليه. بإمكانه أن يتحدث إلى محافظ النجف، إلى مدير أمن النجف، وهو مسوي بيته خري مري، يوميا راح يرادين عليه. فلن يقول مدير الأمن شيئا إذا طلب الخوئي أمر رعاية عائلة محمد باقر الصدر، خصوصا وهم يعلمون أن الخوئي كان سببا مباشرا لدفع البعثيين لإعدام محمد باقر الصدر.
لكنه هكذا أجاب: لم أتدخل ولن أتدخل. هذا جواب الجبناء وجواب الأنذال. هؤلاء هم مراجع الشيعة، هؤلاء هم مراجع الشيعة. لماذا تلومونني حين أنتقده؟ هل هذا الكلام أنا صنعته؟ هذه الحقائق عليها شهود، والشهود أحياء، وهذه الكتب موثقة، وهذه المعلومة نقلها المؤلف كما يقول هو في الحاشية: حدثني بذلك الشيخ محمد رضا النعماني مؤلف هذه الموسوعة، حي يرزق. وشيخ محمد رضا النعماني حي يرزق، وهؤلاء أشخاص معروفون بدمهم ولحمهم يتحركون على الأرض، وغيرهم آخرون يعرفون هذه الحقائق. حدثني بذلك الشيخ محمد رضا النعماني بتاريخ 3 شعبان 1422 هجري قمري، ثم بتاريخ، وحدثه مرة ثانية، ثم بتاريخ 21/3/2005 ميلادي. فهو سمع الحادثة منه أكثر من مرة. هناك ما هو أقبح من هذا، لكنني ما وجدته في الكتب لا أتحدث عنه، وإلا فهناك ما هو أقبح من هذا. نذهب إلى فاصل. وذهب الخوئي إلى صدام، قطعا لم يذهب بإرادته وحريته، وإنما جاء الأمر من صدام أن يزور الخوئي صداما بعد أحداث الانتفاضة التي تعرف بالانتفاضة الشعبانية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو، وهو فيديو قصير مأخوذ من فيديو طويل. الفيديو الذي ينقل لنا لقاء الخوئي بصدام، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا بعناية، فإن الفيديو ليس واضحا بشكل جيد، أن يدققوا النظر في الطريقة التي تكلم بها صدام مع الخوئي، خصوصا حينما سأل صدام عن سيارات الخوئي، والخوئي أجابه بأن الغوغاء كسروه. صدام بطريقة ساخرة بعمق، إنه استهزاء خفي لكنه واضح، يقول له: كسروه بهذه الطريقة. رجاء دققوا النظر في هذا الفيديو. الفيديو يعرض لنا الخوئي مع ولده البعثي محمد تقي في محضر صدام. فهمت، عندك سيارتين مسروقة من سياراتك. صحيح. لو كسروه. 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 حطموه. شنو نوع السيارات؟ ما في شيء. احنا
ما أصبحتك الآن؟ كم أصبحت حولتي فريق الموت الموتيني فريق الموت حق لكن إن شاء الله عمر طويل. رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا النظر في محتويات هذا الفيديو. فهمت عندك سيارتين مسروقة من سياراتك. هذه لا كسروه. كسروه. كمال الحيدري وهو أيضا معدود في تلامذة الخوئي. كمال الحيدري من المراجع المعاصرين، هو يحدث تلامذته عن أن الخوئي قد شخ على نفسه، هو يقول بال في اللغة. إذا أردنا أن نكون دقيقين فإن البول يكون من الإنسان باختياره، أما الشخ فإنه يكون من الإنسان اضطرارا يسبقه. وكما نقول في التعابير الشعبية العراقية عن الرجل الجبان الخواف الرعديد من أنه زوربة، فالزوربة يسبقه بوله حينما يخاف، وهذا هو الشخ، ويقال لذلك في اللغة شخ فلان شخة. كمال الحيدري يحدثنا من أن الخوئي حينما ذهب إلى بغداد للقاء صدام فلقد بال على نفسه كما يقول كمال الحيدري، وأنا أقول من أنه شخ شخة. هؤلاء مراجعنا العظام، هؤلاء مراجع الشخاخ. إنهم بوالون على أعقابهم، هؤلاء نواب صاحب الزمان، وإلا فلا. هكذا يكون نواب صاحب الزمان، وإلا فلا، وإلا فلا. كمال الحيدري يقول ودوا يمه، بعد يمه وبال على نفسه. يقول الشاهي طوب الخميني، الشاهي طوب يمه هو يرجف، الشاهي يرجف، هذا يطب يم صدام يبول على نفسه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة. هذا مستوى سيد الخوئي.
سيدنا ومناك ضربوا راجيات هاي خواه راجيات ضربوا راجيات ما أدري أنا فياض علم علم فياض ضرب راجيات أحسنتم بريد بريد قادة سيارات موجودة من البلد والله مو نقلة من أحد نعم نعم موجود موجود ثم ليش رحت شون يلبي مغير يكون سهرين كذب شي يصير أما والله حجيبة شبابنا والعوضات بيت والمزاد اللي كنت راح ومحكتنا بكل سمواتي أحسن ذلك كل شبابنا أقول أصلا عمي يكتبوه بيودوه طبعا يأثبت شي يسوي لك غير تستشهد والله تنقذ امام العالمي اخو غير في عمي وعمرك 90 سنة مو تقول لي انه هذا اول انا تتكون حيدا ابو بابا الاول هذا العيش مرجع طائفة سجل للتاريخ ابقى فايت الغرب عالمي اشي يصير. هذه رواية كمال الحيدري ونحن سمعنا بها هذا الكلام حينما كنت في قم، سمعت بهذا الكلام في وقتها في أيام لقائي الخوئي بصدام، لكنني لا أريد أن أتحدث من ذاكرتي وإنما أنقل لكم عبر الوثائق وعبر ما سمعته من الأشخاص الذين أثق بنقلهم. هذه حكاية شخة الخوئي بحسب ما نقله لنا كمال الحيدري من أن الخوئي شخ على نفسه حينما ذهب لي لقاء صدام في بغداد. هناك حكاية عن شخة ثانية، قد يقول قائل ربما كانت الشخة واحدة، لكنني سأتعامل مع الخوئي مثلما يتعامل مع رواة حديث أهل البيت في معجم رجال الحديث، إنه كتابه الذي دمر دين العترة الطاهرة ودمر أحاديث أهل البيت. وكل شياطين النجف حينما يريدون تدمير الأدعية والزيارات المعصومية يلجؤون إلى هذا الكتاب الشيطاني القذر معجم رجال الحديث للخوئي. طريقته حينما يأتي إلى راوية الحديث يجمع كل شيء عنه وبعد ذلك يبدأ بتدمير راوية الحديث. هو لا يهتم لتدمير الراوية نفسه، إنه يريد أن يدمر الأحاديث، لكنه كيف يدمرها؟ يدمرها عبر تدمير الرواة. كيف يدمر الرواة؟ يجمع كل شيء قيل عنه. فهذا المرجع الخوئي العظيم في الجزء الأول من كتابه، أتحدث عن معجم رجال الحديث في الجزء الأول بكلام صريح وواضح وقطعي يقول من أن كتاب ابن الغضائر لا وجود له، وتلك حقيقة، ليس له من وجود حسي، ليس له من وجود فيزيائي، لأن أحدا لم يره. هذا هو تصريحه الواضح القطعي في الجزء الأول من الكتاب. على طول الكتاب الذي يتجاوز 20 جزءا إذا ما جاء إلى راوية من رواة الحديث وكان ابن الغضائر قد قال عنه قولا ليس في كتابه، نحن لا نمتلك كتابه، وإنما نقل في الكتب أن ابن الغضائر قال عن، يأتي بقول ابن الغضائر ويأخذه بنظر الاعتبار، مع أنه في أول الكتاب قال عن أن الكتاب لا وجود له ومن أن أحدا لم يره.
قطعا الأغرب منه السيستاني هو نفسه لم يرى هذا الكتاب، أبوه أيضا ما رأى هذا الكتاب، جده أيضا ما رأى هذا الكتاب، أساتذته ما رأوا هذا الكتاب، لا يوجد معمم في الحوزة. منذ أن تأسست حوزة النجف وإلى يومنا هذا قد رأى هذا الكتاب. إذا رآه فأين هو؟ أين هو؟ نقل عن ابن طاووس، عن جمال الدين ابن طاووس، أنه رأى، ونحن لا نملك دليلا على ذلك، وكتاب ابن طاووس ليس موجودا أيضا بين أيدينا. ماذا يقول السيستاني العظيم؟ من أن قول ابن الغضائر يقدم على قول غيره، على قول غيره ممن كتبهم موجودة وهو لا كتاب له. بهذه الطريقة دمروا أحاديث أهل البيت. بنفس هذه الطريقة أنا أتعامل مع هذا الخوئي، بنفس الطريقة. احنا عندنا مثل في الثقافة الشعبية العراقية يقولون الردي من لحم ثورة أطعمه. الردي يعني الرديء السيء الفاشل المعتوه الغبي طايح الحظ طايح الصبغ، وهؤلاء هم مراجعنا. فإنني أتعامل معهم بالطريقة نفسها، أطعمهم من لحوم ثيرانهم، فإنني أطعم الخوئية هنا من لحم ثوره. الحكاية الثانية، الحكاية الثانية سمعتها من شخصية لا أريد أن أصرح باسمها، لا أريد أن أحرجه، من شخصية معروفة في النجف له اطلاع على هذه الحكاية، حيث يقول من أن الخوئي أيام الانتفاضة لم يبق في بيته، وإنما انتقل لأمور أمنية للمحافظة على حياته، انتقل للإقامة في بيت السيد علي بهشتي وهو من تلامذة الخوئي. وابن الخوئي عبد المجيد صهر علي بهشتي، فعبد المجيد الخوئي متزوج من بنت السيد علي بهشتي. الخوئي انتقل إلى بيت السيد علي بهشتي في النجف، وأعتقد أنه في حي السعد في النجف، ليس مهما. انتقل الخوئي إلى بيت السيد علي بهشتي، فبعد أن سقطت الانتفاضة وجاء إلى النجف طه الجزراوي، طه ياسين رمضان، شخصية بعثية معروفة عند العراقيين. رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو طه الجزراوي، واعرضوا لنا الصورة الثانية، واعرضوا لنا صورته مع صدام. وهذا هو طه الجزراوي مع سيده صدام، واعرضوا لنا أيضا صورة السيد علي البهشتي. هذا هو سيد علي بهشتي الذي كان الخوئي في أيام الانتفاضة نزيلا في داره في النجف لأمور أمنية. البعثيون يعرفون مكان الخوئي. طه ياسين رمضان
جاء إلى النجف وذهب إلى بيت علي بهشتي ودخل عليهم وكان الخوئي جالسا فسبهم، سبهم جميعا وسب الخوئي، قال السيد جواد، جواد لا أنت اللي حكمت علينا بالسقوط في بيانك ولا أنت اللي حافظت على البعثيين ونصرتنا، هذه بيانات المراجع التي تحتمل الوجهين، هذا أمر معروف بين المراجع، هذا يمشي على المطاية، يمشي على المطاية، على مطاية الحوزة وعلى جحوش الشيعة، بس على البعثيين ما يمشي، ما يمشي على البعثيين، هذا الحكي على مطاية الحوزة يمشي وعلى جحوش الشيعة يمشي، لكن على البعثيين ما يمشي. فقال سيد جواد لا أنت اللي سقطتنا وحكمت بإسقاط هذا النظام ولا أنت اللي دافعت عنه، أي بيان هذا؟ بعدين قال له جواد كم جواد؟ فقال له وين أروح؟ شنو أسوي؟ قال له تروح لصدام. فمن قام رأوا شخته على الفراش، فيبدو أن الإمام الخوئي قد شخ شختين بحسب هاتين الروايتين، وإنني أتعامل مع الروايات هنا رجاليا مثلما يتعامل الخوئي مع رواة حديث العترة الطاهرة في كتابه الشيطاني الإبليسي القذر معجم رجال الحديث. إذن هذه بشارة للشيعة، فإن الإمام الخوئي قد شخ شختين، فأين هم الشيعة حتى يبادروا إلى التبرك بالشختين؟ ربما يحزن بعض الشيعة إذا سمع بشخة واحدة، فهم يحتاجون إلى شختين حتى تكون مساحة التبرك أوسع. فأين الشيعة؟ أين الشيعة؟ أين الشيعة الغبران كي يأتوا للتبرك بشخاخ زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى الإمام الخوئي، إنه أعلم مراجع الشيعة في عصر الغيبة الكبرى كما يقولونهم، إنه الشمس التي تشرق في سماء النجف العلمية، هكذا يعبرون عنه. أين الشيعة الغبران كي يتبركوا بشخاخ سيد المحققين الخوئي قدس سره القدوسي؟ نذهب إلى فاصل. سأذهب بكم إلى عباس الخوئي، هو ابن الخوئي، هو ابن الخوئي، هو الذي سيحدثنا. قد تقولون بأن عباس الخوئي كان شخصية ساقطة، صحيح هذا، أنتم تعرفون عباس الخوئي وأنا أعرفه أيضا، ولكن الرجل كان صادقا في حديثه، أنا لا شأن لي بسقوطه الأخلاقي، أنا لا شأن لي بعدم تدينه، أنا لا شأن لي بسفاهته وسخفه، إنما استمعت إلى حديثه وكان حديثا صادقا موافقا للواقع الذي أعرفه. فما تحدث به هذا الرجل عباس الخوئي وهو ابن الخوئي، ما تحدث به كان حديثا صادقا. في هذه الحلقة
أريد أن أشير إلى نتف صغيرة مما يجري في الكواليس، في كواليس المراجع والمرجعية الشيعية. لابد أن أقول لكم من أن الذي يجري في كواليس المراجع وكواليس المرجعية الشيعية في النجف وكربلاء أقسمه إلى قسمين: ما هو تحت الحزام وما هو فوق الحزام. أما ما هو تحت الحزام فإني لا أجد ضرورة كي أتطرق إليه مع علمي بالتفاصيل، مع علمي بالتفاصيل، وبإمكاني أن أثبت بعض هذه التفاصيل بالأدلة الحسية، بإمكاني أن أفعل ذلك، لكنني لا أجد نفسي مضطرا أن أتحدث في مجريات كواليس المراجع والمرجعية الشيعية في النجف وكربلاء مما هو من مستوى ما تحت الحزام، وإنما سأتحدث عن نتف مما هو فوق الحزام. وكلام عباس الخوئي قد يمثل جزءا يسيرا من هذا الذي أتحدث عنه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول. الحقيقة يجب أن تقال لأنه خافي على الرأي العام أن والدي ما صرف أي طاقة أي وقت لدراسة العلوم الأخرى كالسياسة كالإدارة كالمحاسبة كالاقتصاد، ماذا؟ بس أصول، أصول الفقه الجعفري وبس، تفوق بها بحيث يقولون لفترة 1000 سنة ما أجا مثله. الشيخ الطوسي كان مثله أو مو مثله أيضا. وهذه حقيقة، حقيقة. الخوئي منذ بداية حياته الحوزوية وإلى أن مات كان غارقا في أصول الفقه. سأنقل لكم لقطتين مما يجري في الكواليس. اللقطة الأولى: مجتبى العراقي هو في طبقة زملاء الخوئي، كان في النجف وانتقل إلى إيران إلى قم وتوفي هناك، توفي في إيران، وهو تركي أيضا مثلما الخوئي تركي. أنا لا أريد أن أدخل في مزاح مجتبى العراقي الثقيل بخصوص أن الخوئي تركي. هناك أمور معروفة في الثقافة الفارسية والتركية في إيران، أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع والذي كانوا يتحدثون به في كواليسهم، إنما أنقل هذه اللقطة في مجلس الخوئي، وكان الخوئي منشغلا بالحديث مع بعض الحاضرين. مجتبى العراقي كان يجلس قريبا منه، هو يريد أن يسمع الخوئي، فكان يتحدث مع الأشخاص القريبين منه، إنهم قريبون من مجتبى العراقي في المجلس، هو يريد أن يسمع الخوئي، كان يقول لهم إحنا هسه لو نجيب لنا مطي من العلوة وندرس أصول
بقد ما درس الخوئي راح يطلع أعلم من الخوئي. طرفة، هذه طرفهم في كواليسهم، لكنها تكشف عن الحقيقة نفسها التي تحدث عنها عباس الخوئي. ومعروف في كواليس الحوزة من أن الخوئي ليس فقيها، هذا الكلام يدور في كواليس الحوزة، وما هو بشيء مستغرب عند الذين يعرفون أجواء الحوزة النجفية. إنهم يتحدثون عن من أنه ليس فقيها، ويلومون كثيرا، يلومون كثيرا علي الغروي، يقولون لعلي الغروي: أنت الذي ورطتنا وصورت لنا من أن الخوئي فقيه. لماذا؟ لأن علي الغروي هو الذي قرر أبحاث الخوئي الفقهية. أهم كتاب من كتب تقريرات أبحاث الخوئي الفقهية كتاب التنقيح، التنقيح في شرح العروة الوثقى. هذا الكتاب الفقاهة الحوزوية غالبة عليه، وهذه الفقاهة ما هي بفقاهة الخوئي؟ هذه فقاهة علي الغروي. لذا لو كانت الفقاهة في هذا الكتاب فقاهة الخوئي، لماذا لم تظهر في بقية التقريرات الفقهية؟ هناك الكثير من التقريرات الفقهية للخوئي، لماذا لم تظهر فيها الفقاهة؟ مع أن بعضها جاء متأخرا، فيفترض أن تكون الفقاهة قد تطورت عنده. الفقاهة واضحة في كتاب التنقيح، وهذا أمر يعرفه المتخصصون. يلومون علي الغروي الذي قرر أبحاث الخوئي في هذا الكتاب الذي يعرف بالتنقيح، فيقولون من أنك أنت الذي غررت بنا وجعلتنا نتصور أن الخوئي فقيه، والرجل ليس فقيها، إنه أصولي، إنه أصولي صرف. هذا المطلب مطلب خطير، ربما عوام الشيعة لا يدركون أبعاده، ولكن الحوزويين يعرفون ماذا أقول. وإذا أرادوا أن يراجعوا كتاب التنقيح كي ينظروا في فقاهة هذا الكتاب بالقياس إلى بقية التقريرات، فإن الأمر سيكون جليا جدا. هذا مما يجري في الكواليس، قطعا في الكواليس التي هي فوق الحزام، أما ما تحت الحزام فإنني لا أريد أن أقترب منها في هذه الحلقة. وإلى الفيديو الثاني. السبب الأول هو وفاة مرزا عبد الهادي الشيرازي واضطرار ولديه محمد علي ومحمد إبراهيم أن يلتجون إلى السيد ويغشوه ويقولوا له تعال أنت لازم تصير مرجع، وقت اللي كانوا يحاربوهم وغيرهم. من جملة اللي كانوا يحاربوا بتلك الأيام البجنردي، بعدين ابنه صار إمام جماعة في مؤسسة الخوي بلندن، مرزا حسن البجنردي، والسيد علي التبريزي وسيد علي الخلخالي هسه نسيبه وابنه وكلاء السيد الخوي، كانوا يحاربوه يقولون عنه مو سيد والى اخره وكذا وكذا. فخلاصه والدي فرضت عليه المرجعيه من حيث لا يدري ومو شغلته، واستغلت مرجعيته ابشع استغلال بحيث انه
قسم من جماعتنا فسدوا وفاسدين. عباس الخوئي يتحدث عن هؤلاء الذين كانوا يقولون من أن نسب الخوئي ليس نسبا هاشميا. هذا الأمر كان مطروحا وبنحو واسع في النجف، وذكر أسماء بعض الشخصيات العلمية الكبيرة في النجف، ذكر ميرزا حسن البجنردي والسيد علي التبريزي والسيد علي الخلخالي، وهؤلاء كانوا من مراجع النجف، كانوا من أساتذة الطبقة الأولى في حوزة النجف. فهذا الموضوع موضوع معروف من أن الخوئي ليس هاشميا، ليس هاشميا. بعد أن صار مرجعا سكتت الأصوات، سكتت الأصوات. لماذا سكتت الأصوات؟ للأسباب التالية: السبب الأول الأموال، وقد حدثتكم في الحلقة الماضية من أن مراجع النجف يملكون سلاحين خطيرين، المال والأكاذيب، المال والأكاذيب. سكتت الأصوات التي كانت تتحدث عن أن نسب الخوئي نسب مزور، ما هو بهاشمي. وهذا الأمر كان منتشرا جدا في النجف وحتى في إيران، لكن الأصوات سكتت للأسباب التالية: السبب الأول الأموال، لقد اشتريت الذمم وأخرست الألسنة بالأموال، فسكتت أصوات كثيرة عن هذا الموضوع، وأصوات أخرى هددت بالتفسيق والتسقيط وإثارة الأكاذيب حولها فسكتت. وهناك تهديد من البعثيين للإيرانيين، لأن الإيرانيين هم الذين كانوا يتحدثون بهذا الموضوع. العراقيون ثولان ثولان، العراقيون ثولان، الإيرانيون هم الذين كانوا يتحدثون، فهددوا من الحكومة البعثية العراقية بأنهم سيسقطون إقاماتهم، وهذا سبب كبير يجعلهم لا أن يسكتوا بل يتحدثون بين الناس من أن نسب الخوئي نسب أصيل، وأصيل للغاية. الحكومة البعثية كانت تهدد الذين يتحدثون بهذا الموضوع أن تسحب إقاماتهم، وهذه كارثة بالنسبة للذين يعيشون في النجف، إن كانوا من طلاب الحوزة أو كانوا من التجار ومن الذين عاشوا في النجف ربما لجيلين أو لثلاثة أجيال، لكنهم لا يحملون الجنسية العراقية وإنما يعيشون في النجف قانونيا بحسب الإقامة. وهناك سبب رابع، السبب الرابع
السفارة الإيرانية هي الأخرى هددت الإيرانيين في النجف بسحب جوازاتهم، هددت الذين يتحدثون بهذا الموضوع بهذه الطريقة، جفف هذا الموضوع. وإلا فقبل أن يصبح الخوئي مرجعا كان هذا الكلام منتشرا، بغض النظر هل هو صحيح ليس بصحيح، إنها أكاذيب المراجع، المراجع كذابون، كذابون سفلة ساقطون، يكذب أحدهم على الآخر. الخوئي مثلا حينما فسق محمد الشيرازي ونفى اجتهاده وحرم تقليده وحرم إعطاء الحقوق الشرعية له، هذه قضية معروفة وانتشرت فتاوى الخوئي بهذا الخصوص. الشيرازيون كيف ردوا؟ ردوا أن نشروا الفتاوى التي صدرت قبل مرجعيته والتي تصرح بأنه ليس هاشميا، نشروا الوثائق والأدلة التي تثبت أنه ليس هاشميا. هل الخوئي كان صادقا في كلامه عن الشيرازي؟ هل الشيرازيون كانوا صادقين؟ أنا لا أريد أن أناقش هذه الموضوعات، كذابون بأجمعهم، المراجع كذابون، يكذب بعضهم على بعض، يفسق بعضهم بعضا، يكفر بعضهم بعضا، هتلية سرسرية سفلة، ماكو أسقط منهم. على الأقل هذه وجهة نظري، وأنا أعتمد على الأدلة والوثائق والحقائق والوقائع والحوادث، وبالمئات. وهذه القضية ليست منحصرة بالخوئي أو بالسيستاني أو بالمراجع المعاصرين، هذه قضية تمتد إلى زمان الطوسي، منذ أيام الطوسي والبرنامج الحوزوي الطوسي اللعين هكذا يتحرك. ولذا بقيت مرجعية الطوسي لا تنافسها مرجعية إلى أكثر من قرن من الزمان. الطوسي مات وولى وشبع موتا، ولكن مرجعيته بقيت موجودة لعلمه أبدا، وإنما هو البرنامج الطوسي القذر اللعين الذي نفذه في ذلك الوقت ولا زال يسري إلى يومنا هذا. شراء الذمم بالأموال، المصاهرات فيما بينهم، عقد الاتفاقات السرية، التعاون مع السلطات الحكومية، صناعة الأكاذيب لتمجيد المراجع، وصناعة الأكاذيب لتفسيق من يعارضهم وتسقيط سمعته، هذا هو البرنامج الذي يعمل به هؤلاء المراجع الفاسدون، الكاذبون، الساقطون، المنحطون، الحقيرون. أتحدث عن الأموات جميعا من دون استثناء، وعن الأحياء جميعا من دون استثناء. إذا كانت هناك استثناءات فلا بد من إقامة الدليل عليها، وإلا فإن الأصل هو هذا. سأعود أحدثكم عن نسب الخوئي، سأقف عند هذه النقطة، ولكن نكمل فيديوهات عباس الخوئي وإلى الفيديو الثالث. إذا واحد هو مثلا مو بعيد، واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير بيمشي بدون ذكر الأسباب، هذا اللي يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع،
فهمت يصدر رسالة يصدر أحكام وفتاوى، يشتغل مع صدام، يشتغل مع الشاه، يشتغل مع الإنجليز. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يطلعوا على جواهر هذه المعلومات، هذه حقائق، وحق الزهرائي، هذه حقائق وحق الزهرائي في الماضي وفي الحاضر الآن، وفي الحاضر الآن، والمستقبل هو هو، سيكون نتاجا للماضي القذر وللحاضر الأقذر، سيكون المستقبل أقذر من الماضي والحاضر. رجاء أعيد بث الفيديو. إذا واحد هو مثلا مو بعيد، واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير بهم شيء بدون ذكر الأسباب، هذا اللي يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع، فهمت، يصدر رسالة، يصدر أحكام وفتاوى، يشتغل مع صدام، يشتغل مع الشاه، يشتغل مع الإنجليز. هذا ابن المرجعية وابن النجف يحدثنا عن مأبونين يكونون مراجع. وهل حدث هذا؟ حدث وحدث، حدث وحدث، وسيحدث في الأيام القادمة، سيحدث في الأيام القادمة. قائمة المرشحين للمرجعية قائمة طويلة، أتحدث عن المرشحين للمرجعية بعد موت السيستاني، قائمة طويلة، سيترشح كثيرون للمرجعية بعد موت السيستاني. الأبواب مفتحة للجميع، سيترشح كثيرون للمرجعية. أنا على علم، وعلى علم قطعي، على الأقل، على الأقل، على الأقل، ربما هو أكثر، ولكنني أتحدث عن العلم القطعي، على الأقل هناك الآن اثنان من المرشحين للمرجعية من بعد السيستاني في القائمة الطويلة، في القائمة الطويلة هناك اثنان من المرشحين للمرجعية، وبحسب ما أعتقد سيصلون، سيصلون إلى المرجعية في الطبقة الثانية، أنا متأكد من هذا من خلال المعطيات المتوفرة. فهناك اثنان أقولها، أقولها بفم ملآن، أقولها بفم ملآن من أنهما مأبونان، كان يلاط فيهم أيام شبابهم قبل العمامة وبعد العمامة. وأعتقد أن كثيرين يسمعونني الآن في النجف، وأعتقد أن كثيرا من الكثيرين الذين يسمعونني يعرفون مقصدي، يعرفون مقصدي. النجفيون، النجفيون كبار السن، وحتى شبابهم الذين يبحثون في قبور الأموات، كناية، يبحثون في دهاليز المعممين، الذين يبحثون في دهاليز المعممين يعرفون الكثير. فهناك مرشحان، مرشحان للمرجعية النجفيون يعرفونهم، كانوا مأبونين، لا أدري هل هم مستمرون على هذا الحال إلى الآن أو لا، ولكن أيام شبابهم كانوا مأبونين، يلاط فيهم قبل العمامة وبعد العمامة، حتى بعد أن لبسوا العمامة يلاط فيهم. وين؟ بالجدول. وين؟ بخرايب الحويش.
وين؟ بمقابر العوائل العلمية التي بعضها أبوابها مكسورة. وين؟ بعلوة المخضر. أنا لا أذكر هذه المواقع جزافا، لأنني أعرف أنهم يتابعون برامجي وهم بأنفسهم يعرفون ماذا أقصد حينما ذكرت هذه المواقع. هذه المواقع معروفة لدى النجفيين. هذا ابن الخوئي هو الذي يتحدث عن هذا، وهذا الجواهري الشاعر الكبير، هذا ابن النجف، ابن النجف محمد مهدي الجواهري، هذا ابن المرجعية وابن النجف. قصيدته الرجعيون التي نشرت في جريدة العراق العدد 2851. متى نشرت؟ 26/8/1929 للميلاد. نحن الآن في أية سنة؟ نحن الآن في سنة 2024 للميلاد. هذه القصيدة نشرت في جريدة العراق 26/8/1929. قصيدة طويلة يتحدث فيها عن مراجع النجف، ويشير إلى سرقات كاظم اليزدي صاحب العروة الوثقى. إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من ديوانه، من ديوان الجواهري. هذه طبعة مطبعة الأديب البغدادية، صفحة 468 وما بعدها. أقرأ بعضا من أبيات القصيدة. يقول الجواهري، وهذا ابن المرجعية وابن النجف، وعباس الخوئي ابن المرجعية وابن النجف، فذلك شاهد وهذا شاهد. تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات، وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأداة. لا حقيقة للدين، إنها وسيلة. هذه العقيدة والشريعة، هذه العدالة وهذا الزهد، هذه وسائل. تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات، وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأداة، وخلفهم الأسباط تترى ومنهم. وهؤلاء أسباط المراجع هم الذين سيصبحون بعد ذلك مراجع. وخلفهم الأسباط تترى ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات. هذا ابن النجف، ابن النجف. وذولا سرسرية، عباس الخوئي سرسري، والجواهري هم كان سرسري، سرسري شاعر عظيم لكنه سرسري، حينما كان معمما وبعد أن نزع العمامة كان سرسري. ذولا سرسرية، والسرسرية أهل خبرة، أهل خبرة، يعرفون الواقعة اللوطية والواقعة الزنائية أكثر من غيرهم. فمرت علينا شهادة السرسري عباس الخوئي، وهذه شهادة السرسري الجواهري مع عظمة شاعريته. تحكم باسم الدين كل مذمم
ومرتكب حفت به الشبهات، وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأداة، وخلفهم الأسباط تترى، ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات. هؤلاء الأسباط اللاطة سيصبحون مراجع، سيصبحون مراجع. مرة كنت في مجلس كان يجلس فيه شيوخ كبار، لا أتحدث عن رجال دين من وجهاء النجف في قم، وكانوا يتحدثون عن ماضي النجف، عن الأيام التي عاشها أجدادهم وآباؤهم. شاركتهم الحديث لأني على خبرة واسعة بتاريخ النجف، حتى جعلتهم يسألونني عن تاريخه، عن تاريخ النجف. أحدهم كان يقول من أننا كنا نلوط فيهم، يتحدث عن المراجع وعن العلماء، كنا نلوط فيهم في أيام شبابهم وبعد ذلك يصبحون مراجع، ويعلن خبر وفاتهم من الحرم العلوي، هذا عرف معروف في النجف، إذا مات مرجع عالم كبير من علماء النجف يعلن خبر وفاته من الحرم العلوي عبر مكبرات الصوت، ويعلنون عن تأريخ وزمان تشييعه ويدعون الناس إلى تشييعه. يقول نكون نحن في المقهى أو في البيت أو في محل العمل ويعلن خبر المرجع الفلاني العالم الفلاني، وكنا نلوط فيه أيام شبابه، لقد شبعنا فيه ومنه لواطا، صار مرجعا، صار عالما كبيرا، يجب الآن علينا أن نخرج لتشييعه وإلا يسقطون سمعتنا، فماذا نصنع؟ فبعد أن كنا نلوط فيه نخرج ونحن نلطم على صدورنا، وهو كان يلطم على صدره ساخرا، يقول كنا نلوط فيه وبعد ذلك نخرج في تشييعه، تهدمت والله أركان الهدى. هذه لقطة حقيقية حقيقية. قلت لكم إنني أريد أن أشير إلى نتف مما يجري في كواليس المراجع وكواليس المرجعية الشيعية في النجف وكربلاء، هذا هو الجواهري. تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات، وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأداة، وخلفهم الأسباط تترى، ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات. فهل قضت الأديان ألا تذيعها على الناس إلا هذه النكرات؟ لا فض فوك يا أبا فرات، لا فض فوك. نذهب إلى فاصل وإلى الفيديو الرابع. فالمخلدون اليوم ما يدرون أن السيستاني يدري أو ما يدري، هم مسيرون يلعبون بأفكارهم، يصدرون فتاوي ما أنزل الله بها من سلطان، ينهبون الأموال. عصابة تتكون من 50 واحد، اليوم
يرأسها ما أدري ياهو الرئيس الأكبر، هل هو سيد محمد رضا السيستاني أم سيد جواد الشهرستاني؟ يا أخي عصابات. أي هسه ما لنا شغل، عمي راح صار نصراني، وأخو سيد جعفر عشي راح صار نصراني، وابن عمي يشتغل بالملهى، وبتعمي تشرب ويسكي، عرفت؟ هاي ما لنا شغل بيها. خو ما حكيت على آخرين، دا أحكي على قرايبي. ها أي وعمي الأخ بتزوج وحدة بتزوجة وش اسمه. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من المعلومات التي ذكرت فيه. فالمقلدون اليوم ما يدرون أن السيستاني يدري أو ما يدري، هم مسيرون يلعبون بأفكارهم، يصدرون فتاوي ما أنزل الله بها من سلطان، ينهبون الأموال. عصابة تتكون من 50 واحد، اليوم يرأسها ما أدري ياهو الرئيس الأكبر، هل هو سيد محمد رضا السيستاني أم سيد جواد الشهرستاني؟ يا أخي عصابات. أي هسه ما لنا شغل، عمي راح صار نصراني، وأخو سيد جعفر عشي راح صار نصراني، وابن عمي يشتغل بالملهى، وبتعمي تشرب ويسكي، عرفت؟ هاي ما لنا شغل بيها. خو ما حكيت على آخرين، دا أحكي على قرايبي. ها أي وعمي الأخ بتزوج وحدة بتزوجة وش اسمه. عباس الخوئي عنده عمان، عمه الأكبر الذي يتحدث عنه بأنه قد تزوج امرأة متزوجة، هذا عمه الأكبر، هذا سيد عبد الله. وأما عمه الآخر فقد صار نصرانيا وصار قسيسا من قساوسة النصارى، عائلته في لبنان، أولاده يشتغلون مع حزب الكتائب اللبناني، وحزب الكتائب حزب مسيحي معروف. لما مات أخو الخوئي الذي هو قسيس نصراني انقلبت الدنيا عند الخوئيين، لأنه سيدفن في قبر عند الكنيسة التي كان يعمل فيها، وهذه وثيقة دامغة. فاتصلوا بمحمد حسين فضل الله وضغطوا عليه كثيرا، وهو يمتلك علاقات واسعة مع المسيحيين ومع المسؤولين الكبار في الدولة، استطاع أن يأخذ جثة أخي الخوئي المسيحي وأن ينقلها سرا إلى دمشق ويدفنونها بطريقة سرية بعيدا عن الأنظار ليلا في مقبرة عقيلة بني هاشم. لا يجوز دفنه في هذه المقبرة، ولكنهم يفعلون كل شيء. هؤلاء لا يعتقدون لا بحرمة أحد ولا بحرمة دين ولا بحرمة الأحكام الشرعية، إنهم يفصلون الدين مثل ما يريدون، يحرمون كما هم يريدون ويحللون كما هم يريدون. هذا هو دين المراجع من الآخر، ويتخذون من الشيعة حميرا يركبون على ظهورهم. معروف، لا أدري مدى صحة هذه المعلومة، ولكن يتداول بين اللبنانيين من أن راقصة شهيرة من راقصات لبنان هي ابنة ذاك القسيس.
لا أدري مدى صحة هذه المعلومة، ربما هي هذه التي يتحدث عنها عباس الخوئي فيقول من أن ابنة عمه تشرب الويسكي، ربما هي هذه، لا أدري. قذارة، قذارة هؤلاء، قذارة، قذارة. وإلى الفيديو الخامس. يعني هذا الكتاب هو يدل على أنه ذول عملاء، نعم، وربما يكون لهم الحق مجيد أو تقي يكونون عملاء وأمثالهم، يعني محرومين، نعم، أمهم الزوجة بالسر، نعم، ماديا محرومين، الفرق شاسع بين عمر أمهم وبين عمر أبوي، نعم، يعني قلت لك أبوي بس فقه أصول ما يدري أنه هاي المرأة إذا تركت ما منتبه شي يصير فيها، يجوز لا سمح الله، وأنا ما أحكي عليها شي، بس أقول أنه صدر منها بعض القضايا التي كشفت وسفرها بال 1964 إلى إيران، طردها إلى الأبد هي وأولادها. طيب إذا ذولا طردوا إجت ظروف ورجعوا وصار كل شيء بيدهم، يتعاملون مع صدام، يتعاملون مع الإنجليز، مع الأمريكان. أهو عباس الخوئي يخبرنا عن الزواج السري للخوئي، وهذه ظاهرة الزواج السري، ظاهرة منتشرة بين المراجع، وبعض حالات الزواج السري تنتج أطفالا ينكرونهم كبار المراجع، ينكرونهم، لا أعني المرجع نفسه ينكر أولاده، ولكنه حينما يموت أولاد المرجع من زوجته المعروفة بين الناس ينكرون انتساب الأولاد إلى أبيهم من زوجته أو من زوجاته السرية. وهذا حدث وتكرر في تاريخ مراجع النجف. قلت لكم في كواليس المراجع وكواليس المرجعية هناك ما هو من حديث تحت الحزام لا أريد أن أخوض فيه، وهناك ما هو من حديث فوق الحزام، هذه نتف لا قيمة لها، وإلا فإن القضية أدهى وأمر. عباس الخوئي وجمال الخوئي أمهم غير أم محمد تقي الخوئي وعبد المجيد والبقية، ولذا هو يتحدث بهذا اللسان. رجاء أعيد بث الفيديو. يعني هذا الكتاب هو يدل على أنه ذول عملاء، نعم، وربما يكون لهم الحق مجيد أو تقي يكونون عملاء وأمثالهم، يعني محرومين، نعم، أمهم الزوجة بالسر، نعم، ماديا محرومين، الفرق شاسع بين عمر أمهم وبين عمر أبوي، نعم، يعني قلت لك أبوي بس فقه أصول ما يدري أنه هاي المرأة إذا تركت ما منتبه شي يصير فيها، يجوز لا سمح الله، وأنا ما أحكي عليها شي، بس أقول أنه صدر منها بعض القضايا التي كشفت وسفرها بال 1964 إلى إيران، طردها إلى الأبد هي وأولادها. طيب إذا ذولا طردوا إجت ظروف ورجعوا وصار كل شي بيدهم، يتعاملون مع صدام، يتعاملون مع الإنجليز، مع الأمريكان. فنحن لا نستغرب حينما نجد في موقع ويكيليكس، هذا الموقع العالمي المعروف، نجد الوثائق الأمريكية الرسمية الصريحة التي تثبت بنحو قاطع
علاقة مؤسسة الخوئي بدوائر المخابرات الأمريكية، وتثبت أن إجواد الخوئي من أنه مخبر يعمل عند دوائر المخابرات الأمريكية. الوثائق موجودة على موقع ويكيليكس، وقد نشرتها في برامجي أكثر من مرة، وترجمتها ودخلت في تفاصيل معلوماتها وبينت ذلك عبر برامجي السابقة، يمكنكم أن تراجعوها. فهذا ما هو بشيء غريب. قلت لكم إن الرجل صادق في حديثه، فحينما يتحدث عن علاقة محمد تقي وعبد المجيد بالمخابرات الرجل صادق. ما استطعنا أن نعثر عليه من الوثائق يثبت صدقه، مع أننا لم نعثر على كل الوثائق، فموقع ويكيليكس ليس فيه كل شيء. موقع ويكيليكس ينشر من الوثائق ما يسرب إليه، هذه وثائق مسربة. الوثائق الكثيرة قطعا ليست موجودة وليست متوفرة في موقع ويكيليكس، وإنما هو موقع للوثائق المسربة. فهذا الرجل صادق في حديثه، صادق وصادق في حديثه. وإلى الفيديو السادس. الشروط العملية لوصول الفرد إلى المرجعية. أولا كان لازم يكون عنده عمامة كبيرة ولحية. ثاني شيء لازم عنده جماعة بطانة شاطرين يعرفون، يعزلون، يهرجون، يسقطون، ينزلون، يصعدون، إعلام متصلين بالأجانب، بالحكام المحليين بالخارج. ثالث شيء المهم لازم عندهم فلوس يوزعون على كل الناس. هذا يصل، هاي الشروط العملية. أي كان حتى إذا يكون هو أصلا إنجليزي وعيونه زرق وشعره أصفر وطويل وأعماله سيئة وعنده أشياء قبيحة مكشوفة يصير مرجع له، حتى إذا يكون ما له أصل. هو هندي ومسمي روحه شيرازي، هو مو مثلا هو مثل بيسيك ويقول أنا سيد، هذا عمليا يصير. والله هذه حقيقة، وهذه الشروط الحقيقية لمرجع التقليد في النجف، هذه هي الشروط الحقيقية. أما التي يذكرونها في الرسائل العملية حينما يعددون شرائط مرجع التقليد، سلوهم من أي آية، من أي رواية جاءوا بها، والله لقد نقلوها من كتب الشوافع. شرائط مرجع التقليد في الرسالة العملية عند مراجع الشيعة في النجف، والله جاءوا بها من كتب الشوافع، من باب الاجتهاد ومن باب القضاء. عودوا إلى كتب الشوافع التي تتحدث عن الاجتهاد وشرائط المجتهد، والتي تتحدث في باب القضاء وشرائط القاضي، ستجدون الشروط نفسها. ولذا حينما يناقشونها في البحث الخارج يقولون لا دليل عليها. من أين جئتم بها؟ السلف الصالح أساتذتهم هم الذين جاءوا بها. من أين جاءوا بها؟ لا توجد رواية تتحدث عن هذه المواصفات التي يذكرونها. الروايات التي تحدثت عن مواصفات مراجع التقليد يضعفونها. فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. هذه الرواية يضعفونها، يضعفها
الخوئي، يضعفها محمد باقر الصادر، يضعفها السيستاني، يضعفها الباقون، يضعفون الروايات والأحاديث التي تذكر مواصفات مرجع التقليد بحسب دين العترة الطاهرة، ويثبتون المواصفات التي ينقلونها من كتب الشوافع. وأتحداهم أن يردوا على كلامي، أتحداهم، أنا أتحدث علنا في بث مباشر وعبر الأقمار الصناعية، أتحداهم أن يردوا على كلامي. وإذا كانوا جهالا فليعودوا إلى كتب الاستدلال ويقرأوا ماذا كتب الخوئي وغير الخوئي في صفات مراجع التقليد حينما يتناول تلك الأوصاف، فيقول لا دليل عليها، لا دليل عليها. إذن من أين جاءت؟ جاءتنا من كتب الشوافع. لكن المواصفات الحقيقية لمرجع التقليد هي هذه التي تحدث عنها عباس الخوئي. الصفة الأولى، يكون عنده عمامة كبيرة ولحية، لحية طويلة. هذه الصفة مهمة لشيعة الحمير، يكون عنده عمامة كبيرة ولحية. ثاني شيء، لازم عنده جماعة بطانة شاطرين، يعرفون يعزلون، يهرجون، يسقطون، ينزلون، يصعدون، إعلام، دعايات، متصلين بالأجانب، بالحكام المحليين، بالخارج. ثالث شيء المهم، لازم عندهم فلوس يوزعون على كل الناس. هذا يصل، هاي الشروط العملية، وهذه حقيقة. وقد حدثتكم في حلقة يوم أمس من أن سلاح مراجع الشيعة الأكاذيب والأموال. فهذا الرجل يتحدث بنفس هذا اللسان، بنفس هذه الحقيقة. رجاء أعيد بث الفيديو. الشروط العملية لوصول الفرد إلى المرجعية، أولا كان لازم يكون عنده عمامة كبيرة ولحية. ثاني شيء، لازم عنده جماعة بطانة شاطرين، يعرفون يعزلون، يهرجون، يسقطون، ينزلون، يصعدون، إعلام، متصلين بالأجانب، بالحكام المحليين، بالخارج. ثالث شيء المهم، لازم عندهم فلوس يوزعون على كل الناس. هذا يصل، هاي الشروط العملية. أي كان، حتى إذا يكون هو أصلا إنجليزي وعيونه زرق وشعره أصفر وطويل وأعماله سيئة وعنده أشياء قبيحة مكشوفة، يصير مرجع له حتى إذا يكون ما له أصل. هو هندي ومسمى روحه شيرازي، هو مو مثلا هو مثل بيسيك ويقول أنا سيد، هذا عمليا يصير. هذه شرائط مرجع التقليد. أما شرائط المقلد، شرائط المقلد نستمع إليها عبر الوثيقة الديخية. ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنن، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أهمي شيني خلاقة أهمي جيمي بقول لك بكيه حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب فلان وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا الواقع، واقع الشيعة.
لا أقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة. عرفتم الآن شرائط مرجع التقليد وشرائط المقلد، فمن هو المقلد؟ هو هذا الذي حدثتنا عنه الوثيقة الديخية. من هو المقلد؟ هو هذا الذي حدثنا عنه عباس الخوئي، ابن المرجعية وابن النجف. حديث نسب الخوئي سأتركه إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لأن وقت الحلقة صار طويلا، لكنني أختم الحلقة بما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبة خطبها بالكوفة. إنني أقرأ عليكم من عوالم العلوم، من عوالم الإمام المهدي، إنه الجزء الثالث. وهذه الرواية قرأتها عليكم كرارا ومرارا في الحلقات المتقدمة. أمير المؤمنين يحذرنا ويقول: وإياكم 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 والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. دجالين، ماذا تقولون عن المعطيات التي عرضتها لكم، وهي نتف 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 صغيرة من كواليس المراجع وكواليس المرجعية القذرة النجسة؟ للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن يا بقية الله، زهرائيون نحن يا أم الحسن والحسين، زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.